نيجي بعد كده الالزامي، توفير نسبه متاحه من محتوى الكتروني لاسراء المحتوى المفتوح. اهو شفت المنصه اهي، المنصه اللي انا بكلمك عنها، المنصه اللي انا بعت لك اسمها الوقتي، يعني بقول لك يكون عندك نسبه من المقرر بتاعك، وده الزامي. شوف الزامي، انت عاوز تاخد ترخيص لازم تحط نسبه عندك 10 وحدات، تكون فيهم وحده على الاقل تقدر تديها هديه للمنصه دي، منصه اللي هي الاو اي ار اكس، او بنسميها الاوبن سورس. اوبن سورس اللي هي منصه مفتوحه، بحيث زي ما بقول لك توفر الجهه نسبه متاحه مقدارها 15% من المحتوى البرنامج. يعني لو انت عندك 15 وحده، تمام، يكون عندك كده وحده منهم تساهم فيها عشان تسري المجتمع، لان في ناس في المجتمع لا يتبعوا جامعه قصيم، ولا يتبعوا جامعه الملك فيصل، ولا يتبعوا اي جامعه تقدر تفيد، زي ما بقول لك افاده البشريه كده، افاده البشريه، تمام، وتقدر زملاء اخرين يقدروا يستخدموها والكلام ده. ده الجزئيه دي انا شايف كده، مش عاوز ازود في المعيار ده او المعيار الاساسي بتاع التصميم، عشان احنا الوقت بتاعنا ضيق، ادينا له كبير، انا ذات اللي معيار التصميم وقت كفايه علشان هو من اهم المعايير. نيجي بقى على طول على معيار التفاعل. بس قبل ما ادخل في معيار التفاعل، طبعا انا دلوقتي بعرض معيار التفاعل، هنا 6 الزامي واختياري، هنا كان 14 في التصميم، هنا كام؟ 6. بس قبل ما ادخل في التفاعل، حد عنده اي استفسار في معايير التصميم يا جماعه؟ حد عنده اي استفسار في معايير التصميم؟ يلا عشان الوقت بتاعنا معانا ساعه ونخلص. ها حد معانا اي استفسار؟ طيب ادخل على معيار التفاعل، خلي بالك بقى معايا. في معيار التفاعل بيقول لك ايه؟ توفير، انت لازم يكون في المقرر بتاعك توفير التعليمات عن كيفيه البدء باستخدام المقرر الالكتروني. الله، قال لك قبل ما تحط المحتوى لازم يكون عندك تعليمات واضحه للطالب ازاي هيبدا في المقرر، ازاي هيبدا في المقرر، وسياسه التواصل مع الاستاذ، وتعريف الاقسام الاساسيه، ونقطه البدايه فيه. يبقى انت عندك كده زرار، سميه ابدا هنا، سميه بدايه التعلم، سميه زي ما انت عاوز. فانت لو انت مثلا رحت كده على احد المقررات اللي الجامعه عاملاها، هتتعب مطبقه هذا المعيار. ركز بقى معايا، المعيار اللي هو ايه؟ المعيار اللي اسمه توفير، معيار ده اول معيار من معايير التفاعل، ومعيار الزامي ان انت لازم تدي تعليمات. الطالب يبدا ازاي؟ هيبدا بالمحتوى، ولا هيبدا بالانشطه، ولا هيبدا بالواجبات، وايه الفرق بين المحتوى الكلام ده كله لازم نفهمه. فلو انا معلش هنقفل بقى الحاجات ديت، معلش هقفل الحاجات ديت لانها متقله الدنيا. اهو شوف اهو، ده البي دي اف اهو يا جماعه، ده البي دي اف اهو. الطالب يقدر ينزل نفس السكور، الطالب يقدر يقراه كده، يقراه نصيا حتى بيشوف الاسئله وبيشوف كل حاجه. ده بيسموها امكانيه تفريغها نصيا، تمام. نقفل دي عشان بس نحاول نخف شويه عشان يبقى البتاع سريع معانا. فانا بقى لو جيت هنا حضرتك ركز بقى معايا في المعيار ده، اهو في المعيار اللي انا بتكلم عنه اللي هو معيار توفير تعليمات. لو انا رحت هنا هتتعامل جامعه القصيم عامله زرار اهو عشان تطبق هذا المعيار، ده معيار التفاعل اسمه ابدا هنا، مسميه ابدا هنا. ممكن انت تسميه تعليمات البدء في المقرر مثلا. فهو هنا بقى عاملين ايه؟ رساله ترحيب بيرحب للطالب، بيعرفه اسم المقرر، والمقرر دي ان هو بيتبع تبع القصيم، وبيتبع الكليه التطبيقيه، وبطلع دي انا اول حاجه، وبيديله دليل اهو، دليل ازاي يبدا، ان في رساله ترحيبيه، وبعد كده دليل طالب، وبعد كده نبذه عن المقرر، بعد كده خريطه ذهنيه، بعد كده معلومات المدرس، يعني بيديله كده ازاي هيمشي داخل المقرر، تمام. واديله جوله في المقرر اهوت، بيقول له ان في صفحه رئيسيه، في معلومات مقرر، في محتوى، هنا موجود هنا محتوى اهو، نفس الكلام ده ازرار هنا، يعني هنا
هنا محتوى، لو بصيت هنا تلاقي هنا محتوى. طيب لو بعد المحتوى ايه؟ بعد المحتوى في انشطه، لو بصيت هنا تلاقي في كلمه انشطه اهي، انشطه والواجبات الكلام ده كله. فهو بيقول له خلي بالك الانشطه دي بتعمل كذا، المحتوى بيعمل كذا، في زرار اسمه درجاتي، هتلاقي فين زرار درجاتي موجود اهوت علشان تطلع على الدرجات بتاعتك، وفي زرار لمساعده الطالب، في زرار للفصول الافتراضيه ده بيساعدك على، يعني بيشرح له ازاي، يعني بيقول له خلي بالك انا مش هسيبك تايه، انت طالب بتتعلم الكترونيا، بتتعلم على عبر التعليم الالكتروني، انا مش معاك في الفصل، فانا لازم يكون عندك زرار، عندك هنا زرار اسمه ابدا هنا، او تسميه تعليمات المقرر، او تسميه زي ما انت عاوز، تمام، او تسميه الزرار هنا اسمه ايه، هنا تعليمات، ممكن تسميه تعليمات، ممكن تسميه ابدا هنا. هو استخدام المقرر، سياسه التواصل، تعريف الاقسام والكلام ده كله. لو انت بصيت كده هتلاقي اهو موجود هنا جوله في المقرر، سياسه او سياسات اخلاقيات التواصل. فاذا الكلام ده ما اتحطش هنا هباء، ده هنا اتحط عشان يطبق الايه، هذا المعيار، عشان يطبق هذا المعيار ويحصل على رخصه، فلازم يكون عنده هذا الزرار اللي بيبين للطالب ازاي يتواصل مع الاستاذ، سياسه واخلاقيات التواصل، هو استخدام المقاس، الرسائل الموجهه للاستاذ يجب يكون مراعاه فيها كذا وكذا والكلام ده كله، الكلام ده موجود على النت ممكن تقدر تنسخه كام ده. متريات النشاط، المتطلبات التقنيه، ايه المتطلبات التقنيه وهنشوفها بعد كده، في لها معيار لوحدها، فلها معيار لوحدها. وعاملين كمان زرار تاني اسمه معلومات المقرر، اهو معلومات المقرر بيوضح فيه، يبقى زرار ابدا هنا، وزرار معلومات المقرر ده من ازرار اللي هي خاصه بمعايير التفاعل، اهو بيدوا له نبذه عن المقرر، المقرر ده اسمه ايه، برنامجه ايه، موجود فين، نبذه عن المقرر، ايه المرجع الرئيسي بتاعه، اهداف المقرر، مش بس كده، اليه التواصل مع الاستاذ، هنا الاستاذ بيحط اسمه، بيحط تليفوناته، رسائل المقرر، مصادر التعلم، التقويم، الكلام ده كله، ده كلها علشان هنشوف دلوقتي بيطبق الايه، المعايير اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، تمام. يبقى انا بعرفك دلوقتي، طيب لو انا ضغطت على هنا اهو، تعال بقى نشوف كده، توفير دليل كيفيه البدء باستخدام المقرر، تعال كده، لو انت رحت كده هتلاقي حاطط دليل، ابدا هنا حاطط دليل علشان يحقق هذا المعيار، يعني انا بقرا المعيار وبطبقه داخل المقرر، توفير دليل، توفير ديال سياسه التواصل، يبقى دليل تعليمات وسياسه التواصل وتحديد نقطه البدايه والمقرر يبدا ازاي وكان ده أقول. لو انت بصيت كده فعلا عامل دليل للطالب اهو، وعامل جوله في المقرر اهو، وعامل سياسه التواصل اهي، يعني ده الطريقه عشان يطبق هذا المعيار اللي هو معيار التفاعل، معيار التفاعل. طيب خلاص واضح. طيب هنا بقى توفير خطه زمنيه لجميع، وده معيار الزامي ايضا، خلي بالك ده معيار الزامي ايضا، خطه زمنيه لجميع الخطوات المتوقع من المتعلم تنفيذها لكل وحده، يعني كل وحده ايه المطلوب من المعلم من المتعلم يعملها. فانت هنا هتتقال استاذ اللي صمم هذا المقرر اللي هي عماده التعلم الالكتروني عامله زرار اسمه معلومات المقرر عشان توفر فيه ايه، توفر فيه الخطه دي، خطه زمنيه دي اهو. لو انا مثلا بصيت كده ورحت على معلومات المقرر هتلاقي عامل حاجه اسمها التقويم او الخطه الزمنيه اهي، اهو تقويم والخطه الزمنيه. بقول للطالب الوحده الاولى فيها ما فيهاش انشطه بس فيها فصل افتراضي، يعني الاستاذ هيقابلك وموضوعها عن كذا، الوحده الثانيه اسمها كذا فيها فصل افتراضي ما فيهاش انشطه وفيها واسمها كذا، طب الوحده مثلا الرابعه والخامسه والسادسه دولت اهوت اساميهم اهو، فيها نشاط وفيها واجب لازم تحله، لازم في الوحده لما توصل للوحده دي لازم تحل. فهنا انا بحقق هذا المعيار اللي انت بتحط له خطه زمنيه
لجميع الخطوات المتوقعة المتعلم تنفذها لكل وحدة إلكترونية والمتعلم. الوحدة دي فيها نشاط ولا ما فيهاش نشاط، فيها كذا ولا ما فيهاش، فيها فصل افتراضي ولا ما فيهاش فصل افتراضي، زي ما انت شايف كده. يعني الوحدة الأولى فيها فصل افتراضي، الوحدة الثانية فيها فصل افتراضي. على فكرة بتختلف من مقرر لمقرر إلكتروني داخل الجامعة. في مقررات هتتاه الفصول الافتراضيه او ديت 4 أو 5 فصول افتراضيه في الترم كله. في مقررات هتتاه زي المقرر ده كل وحده فيها فصل افتراضي، يعني الاستاذ بيقابل الطالب كل اسبوع. وفي مقررات فيها نشاطين زي المقرر ده، وفي مقررات فيها 3 أنشطة، في مقررات فيها 3 واجبات. فهو بيقول لك امتى الواجب؟ طب امتى الامتحان الفصلي؟ الامتحان الفصلي ده او الاختبار الفصلي هيبقى في الاسبوع التاسع. فدي اسمها خطه زمنيه او تقويم. فانت لازم يكون موفر الطالب واضح ليه طول من اول بدايه الفصل لاخر بدايه الفصل، كل اسبوع كل اسبوع، الاسبوع الاول هيعمل فيه ايه؟ الاسبوع الثاني هيعمل فيه ايه؟ الاسبوع الثالث هيعمل فيه ايه؟ الاسبوع الرابع بالطريقه دي. تمام؟ عشان اطبق هذا المعيار. لأن هذا المعيار معيار إيه؟ إلزامي. هذا المعيار معيار إلزامي. فعشان هو معيار إلزامي لازم تخلي بالك من الحتة دي، إن هو بيطبق إيه؟ بيطبق زي ما أنت شايف كده، توفير المحتوى لكل مقرر مع نظام إدارة أن يكون متوافق مع مفردات المقرر، وبناء خطة زمنية وإتمام كل مقرر. تقرأ بقى إيه؟ هنا توفير خطة زمنية لكل مقرر على يتم بناء الخطة وفقا لما نص عليه المعيار رقم 2.2.